أن أحلم بالجنة، يعني أن أبقى وجلة من لقاء ربي وأنا غارقة في ذنوبي لم أتب منها. أن أرتشف السنة وأجعل هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كالماء يجري في عروقي. أن أتدبر القرآن وأتمثله في حياتي. أن أنقذ عالما غارقا في دوامات الحياة برسالة أو دعوة أو حتى ابتسامة. نعم، إذا كنت أحلم بالجنة علي أن أتحرك ولا أكون ساكنة، أرسم بسمة هنا وأمسح دمعة هناك، وأحيي أملا جديدا للأمة، أعلم الأطفال ماذا يعني أن تكون مسلمة وكيف يجب أن يكون المسلم، يعني أن يحترق قلبي لمواجع الأمة، أن يستجيب كفي لأنين المظلومين فيمتد ليدعو لهم ويعطيهم بسخاء، يعني أن أكون لوحدي أمة ولا أكتفي بل أجعل كل من حولي أمم.